انا عايز افهم يعني ايه ما تقوليليش حاجه زي دي. انت دمرتي لي حياتي بجد. اجيب انا منين 300000 جنيه دلوقتي حاسب شاكيره؟ لا هو انا مش فاهمه انت ليه تحلم بشاكيره اصلا. لا ده يعني كان حلم عادي كده. حلم عادي زي يا كريم. حلم عادي ما حصلش فيه اي حاجه. ايوه يعني كنت بتعمل ايه في الحلم؟ مفيش، ده هو انا كنت نزلت الشارع فشفتها كده كانت محتاسه فرحت لها قالت لي ان فردتها نايمه فانا رحت مساعدها بقى بس كده. بس كده. اه طالما ان هو بس كده قلقان من ايه؟ بالعكس انا مش قلقان، ده انا هتصيد جامد لو الناس شافت الحلم ده، بس الفكره ان سعرها غالي قوي عليا. لا والله. وايه كمان؟ في ايه يا يارا؟ هو تحقيق؟ ما انت السبب في القرف ده كله، ما انا كنت عايش زي الفل من غير فيسبوك، لازم تعملي لي واحد يعني؟ انا مش فاهمه فين المشكله اصلا يا كريم. ما تعمل فلوس زي بقية الناس. ما جاليش ولا مليم، مفيش ولا واحد بيحلم بيا. هو انت ما بتحلميش بيا ليه؟ امال انا خاطبك ليه؟ ما انت قفل قوي يا كريم، قفل كده ومزنقها على نفسك. هو انت في حد بيشوفك يا ابني؟ عايز الناس تحلم بيك ازاي؟ ده ايه علاقته ده؟ بص يا كريم، الواحد عادة بيحلم بالناس اللي بيشوفها كتير. ليه؟ علشان عقله الباطن بيبقى فاكرهم. لكن طول ما انت محدش بيشوفك فانت اكيد مش حلم لذيذ بالنسبة لهم.